الطب من 91% والصيدلة من 89%، دي كانت المؤشرات الأولية للكليات الحكومية واللي تم الإعلان عنها خلال الساعات الأخيرة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. أما بقى لو أنت بتدور على جامعة خاصة فخلي بالك من الفلوس حبتين، لأن الأسعار السنة دي في العالي شوية، وصلت لأكتر من ربع مليون جنيه. بس لو عاوز تعرف تنسيق الثانوية العامة السنة دي وأسعار الكليات الخاصة يبقى تابعني لآخر الفيديو وأنا هقول لك كل التفاصيل. أنا قايل وليلي كملوا معايا الفيديو لآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. خلاص كابوس الثانوية العامة خلص والنتيجة ظهرت، والكل دلوقتي بيدور على تنسيق الجامعات علشان يشوف كلية تناسب مجموعه أو جامعة خاصة تحقق حلمه في دخول الكلية اللي كان بيحلم بيها. علشان كده ناس كتير بتسأل يا ترى تنسيق الجامعات وصل لكام وأسعار الجامعات الخاصة قد إيه؟ حسب موقع الدستور إنه متوقع تنسيق المرحلة الأولى للشعب بتاع علم علوم لسنة 2024 هيبدأ من 88.4%، وتنسيق المرحلة الأولى للشعب بتاع علم الرياضة لسنة 2024 فيبقى من 86%، أما تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي لسنة 2024 فيبدأ من 75%. وحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لفيتو إنه متوقع كلية الطب البشري هتبدأ من 91.34%، والعلاج الطبيعي من 90.2%، والصيدلة من 89.5%، طب أسنان من 90%، والتخطيط العمراني من 83.41%. قال إنه من المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القمة عن السنة اللي فاتت بنسبة أقل من 2%. بحسب المصادر إن المرحلة الأولى للتنسيق هتبدأ بحد أقصى بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وهتستمر لمدة 5 أيام، وده خلالها الطلاب المقبولين في المرحلة الأولى هيسجلوا رغباتهم وعددهم 72 رغبة على موقع تنسيق الجامعات. أما مؤشرات الكليات الخاصة فالطب هيبدأ فيها من 87%، الإعلام من 70%، سياسة واقتصاد من 68%، الصيدلة من 75%. لكن يا ترى أسعار الجامعات الخاصة وصلت لكام؟ حسب مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قيمة مصاريف الجامعات الخاصة لمختلف الكليات بيحددها مجالس أمناء الجامعات الخاصة المختلفة، وقال إن بعض الجامعات أعلنت عن مصروفاتها للطلاب وده من خلال مواقعها الرسمية في مكاتب شؤون الطلاب. وحسب جريدة الوطن مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب MSA وصلت دلوقتي كلية الطب الأسنان فيها ل 286,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي 187,000 جنيه، كلية الصيدلة 191,000 جنيه، كلية الهندسة 144,000 جنيه، كلية اللغات والترجمة 92,000 جنيه. أما مصاريف الجامعة البريطانية فزادت شوية، ودي حاجة معروفة عن الجامعة دي، علشان توصل كلية طب الأسنان ل 290,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي 195,000 جنيه، كمان كلية الصيدلة وصلت ل 185,000 جنيه. وصلت بقى مصاريف كلية الهندسة 240,000 جنيه، واللغات والترجمة 125,000 جنيه، كلية التكنولوجيا الحيوية 150,000 جنيه، الإعلام 175,000 جنيه، أما كمبيوتر ساينس فمصاريفها كانت 225,000 جنيه، وكلية علوم السياسة 175,000 جنيه، والقانون برضو مصاريفه وصلت ل 175,000 جنيه. وصلت مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 150,000 جنيه، كلية علوم الحاسب 145,000 جنيه، أما كلية الفنون والتصميم 147,000 جنيه، كلية علوم الإدارة 134,000 جنيه، والإعلام 125,000 جنيه. أما جامعة السلام فمصاريف طب الأسنان فيها وصلت ل 180,000 جنيه، العلاج الطبيعي 120,000 جنيه، كمان كلية الصيدلة 120,000 جنيه. دلوقتي بقولولي هتدخلوا أي كلية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.